السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم مع بعض بإذن الله في المحاضرة الثالثة النهاردة عن توريث السرطان. من المعروف إن الخلايا البشرية بتكون أو بتكون مكونة من 23 زوج من الكروموسومات، نصفها بيأتي من الأب والنصف الآخر بيأتي من الأم، وذلك فإن الفرد بيرث بعض الصفات الوظيفية من كلا الأبوين. طب فإذا كان أحد الأبوين مصابا بالسرطان، هل بالتالي الابن هيرث السرطان من أحد الأبوين؟ نقدر نجاوب بشكل عام، نقول إن السرطان لا يعتبر مرض وراثي، ولكن الجينات المسببة للسرطان هي التي تورث. يعني لو عندنا فرد ولد بجينات سليمة وما فيش عنده اي طفره او في اي عنده مشكله والجينات بتاعته سليمه جدا، ممكن بمرور الوقت او بتعرضه للعوامل اللي احنا ذكرناها قبل كده، الكارسينوجينسيس اللي هي العوامل المسببه للسرطان، ممكن بتعرضه ليها مع التقدم في العمر ممكن يظهر عنده جينات وراميه ويحصل عنده طفره، وبالتالي بيبدأ ان هو يورثها لأولاده، او ممكن انها تنتقل للأجيال اللي بعد كده. لكن هو طبعا طالما يعني هو ممكن يكون الشخص سليم ما فيهوش عنده اي مشكلة، ولكن بتعرضه للعوامل المسببة للسرطان هي دي اللي عملت له الجينات ورمية. فمعنى كده زي ما احنا قلنا ان السرطان لا يورث، ولكن المسببات او الجينات اللي هي الجينات اللي هي مسببة للسرطان هي التي تورث. طيب، في عندي بعض أنواع السرطانات تورث، ولكن يعني بتمثل نسبة صغيرة جدا. طبعا النسبة دي بتمثل حوالي 5-10%، وبعض الأنواع السرطان اللي احنا قلنا عليها بتورث دي بتظهر في سن مبكرة جدا من حياة الفرد، عكس طبعا السرطانات الغير وراثية اللي ملهاش علاقة بالوراثة، دي بتظهر طبعا مع التقدم في العمر. من ضمن الأنواع القليلة جدا اللي هي بتورث، في أنواع سرطانات في الأطفال، نوع اسمه سرطان البلاستوما الشبكي، وده نوع سرطان عيون بيظهر لدى الأطفال في سن 3 من العمر وبيصيب الخلايا الشبكية في العين، وده طبعا كل ما تم اكتشافه مبكرا بيتم علاجه، بيتم الشفاء منه. وطبعا يعني في أنواع أخرى برضو مرتبطة بالعامل أو بالجينات اللي بتنتقل بالوراثة، زي سرطان الثدي وسرطان المبيض، مرتبطين بشكل كبير بطفرات في جينات بتسمى BRCA1 وBRCA2. أي طفرة يعني بتحصل في الجينات دي طبعا بتنتقل لباقي الأفراد. سرطان القولون أيضا قد يكون أحد أسبابه مرض وراثي يسمى داء السلائل، وده بيكون لطفرة في الجين الـ APC. أيضا سرطان اللوكيميا وسرطان الخصية قد يحدثان نتيجة لمتلازمة داون، وهي وجود كروموسوم زائد، وحتى الآن يعني غير معروف سبب تطور أو حدوث سرطان في مثل هذه الحالات. ولكن يعني زي ما قلت لحضرتك، دي الحالات النادرة جدا اللي بيكون فيها السرطان بينتقل عبر الجينات. طبعا هنتكلم بقى عن عدة دراسات أجريت على موضوع توريث السرطان. في دراسة فرنسية أجراها الجراح الفرنسي لوران إلكساندر في المعهد الوطني الفرنسي للسرطان، اكتشف أن 10% فقط من حالات السرطان بتكون وراثية، أما باقي الحالات فهي ترتبط بالحمض النووي DNA، وبتتأثر طبعا بالبيئة المحيطة بالمصاب وبالعوامل المسرطنة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، زي التدخين والتعرض للشمس والمواد الكيميائية والغذاء وهكذا، العوامل اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. في دراسة برضو يعني عجيبة شوية،
بتتكلم عن دي دراسة لسه حديثة، طبعا هو عنوانها جديد، بتقول ان اصابة الاب بالسمنة قد تؤدي لاصابة الاطفال بسرطان الثدي. طبعا في دراسات سابقة اجريت في هذا المجال تحديدا، واثبتت ان اصابة الام بالسمنة خلال فترة الحمل بيرفع من خطر اصابة الطفل بسرطان الثدي. ولكن ماذا عن الاب؟ فالدراسة دي اهتمت باصابة الاب بالسمنة وهل بتؤثر على الأطفال ولا لا. فوجدوا فعلا إن إصابة الأب بالسمنة بيغير في بعض الجينات الموجودة في حيواناته المنوية، مما يرفع بدوره من خطر إصابة الأطفال الإناث بسرطان الثدي. طبعا يعني في عديد من الأبحاث في المجال ده، ولكن يعني في النهاية النتيجة اللي توصلوا ليها إن نسبة قليلة جدا من أنواع السرطانات هي اللي بتورث، وزي ما قلنا نسبتها من حوالي 5 لـ10%. طيب في بقى يعني قبل ما ننهي المحاضرة، في جزء مهم جدا عايزين نتكلم عنه، هل السرطان معدي أم لا؟ ودي طبعا يعني حاجة بتؤرق ناس كتير جدا، وناس كتير بتفكر جدا في النقطة دي وبتخاف. فعايزين يعني نتكلم في النقطة دي ونقول إن السرطان مرض غير معدي تماما، لا ينتقل بالعدوى من مريض إلى شخص آخر عن يعني بأي طريقة من الطرق أو بأي وسيلة من الوسائل، يعني منذ مئات السنين ولم يذكر الطب حالة واحدة من تفشي مرض السرطان أو انتقال السرطان بالعدوى من مريض إلى شخص آخر. طبعا زي ما احنا ذكرنا قبل كده إن السرطان ليس مرضا قاتل، والمريض اللي بيتوفى بسبب السرطان مش بيتوفى بسبب السرطان، ولكن بيتوفى بسبب المضاعفات بتاعة هذا المرض، أو بأنه يعني أهمل في نفسه، أو يعني مش عارف أبعاد المرض ده إيه، مش عارف أسبابه إيه، مش عارف يتعرف على المرض، أو عنده جهل بأعراض المرض. وفي ناس طبعا بتهمل كتير في إنها مثلا يكون عندها أي عرض غريب في جسمها إنها تذهب للطبيب وتكتشف أي حاجة عندها مبكر. فكل العوامل دي بتؤدي إلى مضاعفات هذا المرض اللي أنا ممكن أكتشفه في بداية الإصابة بيه. ممكن لو أنا اتأخرت أو عندي جهل بأعراض هذا المرض، أو يعني من نوع اللي ما بحبش أذهب للأطباء أو أستشير أو ممكن يتفشى عندي المرض ويوصل لمراحل متأخرة. وده اللي احنا بنتكلم عنه، إني لازم يكون عندي وعي صحي، ويكون عندي الاهتمام بأي عرض غريب يظهر في الجسم. وطبعا كل ما كان الاكتشاف لهذه الأعراض الغير طبيعية الاكتشاف مبكر، كل ما تم الشفاء بإذن الله من هذا المرض. بشكركم جميعا، وإن شاء الله نكمل بقية الأجزاء مع بعض في المحاضرات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.